اتقي شر الحليم إذا غضب، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده، واللي تمرد راح ينطق على رأسه حيل. نشر الزهراء البصري الزوجة الأولى للفنان العراقي علي يوسف بوست على حسابها الشخصي أثار جدلا واسعا. كتب الزهراء: هلو حبايبي، شلونكم؟ الكل بيسأل، الحمد لله إحنا تمام. أنا وعلي وملك والعائلة بخير، صرنا أحسن الحمد لله. أنا وعلي فينا نسبة جدا قليلة، بعد كم يوم نعيد التحليل بإذن الله. أشكركم على الدعاء لنا. أشياء حبيتوا استفسار عنها، إن شاء الله بقرب وقت تنكشف. حاليا تعرفون عندي حالة وفاة، انتظروا قريبا تنكشف الحقائق ويبين الكذاب المنافق المريض يلي إحنا ما نعرف عنه شيء، بس هو ملزق نفسه بينا بالإجبار. تحياتنا إلكم، أنا وعلي والعائلة أحبكم. زهراء البصري. وبعد نشر البوست بلحظات، قامت هند البلوشي الزوجة الثانية للفنان العراقي علي يوسف بنشر فيديو ترد فيه على زهراء البصري، وإليكم الفيديو. اتقي شر الحليم إذا غضب، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده، واللي تمرد راح ينطق على رأسه حيل. لا حد يدوس لي على طرف. هذا آخر انذار للكل. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة، تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعوني.